فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ربك وانحر إن
كالكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآله الطاهرين.